من المبنيات، المبنيات الجمع أو جمع المذكر السالم أو الاسم الموصول، أي هذه الثلاث خيارات هو من الكلمات المبنية. عشرون ثانية. الاختبار والسؤال سهل جدا. النسبة الكبرى جابت الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو الاسم الموصول. الاسم الموصول هو المبني، الجمع ليس مبنيا. جمع ربي علامات الأصلية. جمع المذكر السالم ليس مبنيا. معرب، كل هذا معرب. الاسم الموصول هو المبني، الاسم الموصول مبني، وكذلك هو من المعارف، يعني بعض المواضيع تذكر لك في أكثر من زاوية. مثلا الاسم الموصول تدرسه في المبنيات، ثم تدرسه أيضا في المعارف. طيب اليوم هو لقاء ختامي، يعني نعطيكم بعض الوصايا لإكسابكم أكثر في اللغة العربية، لأني أراكم أيضا في كتاباتكم تخطئون في الكتابة أخطاء غير مقبولة، وأنتم يعني ستصبحون يعني حملة بكالوريوس وطلاب جامعة. يجب أن يكون المستوى اللغوي عندكم أعلى مما أنتم عليه. اليوم نأخذ كيفية تقوية اللغة العربية كتابة وكلاما، كيف أن أنمي هذه اللغة في حياتي، يعني كيف أنميها. طبعا بعضكم يقول هذه مادة أنا غير متخصص فيها أو من هذا القبيل، ترى هذه أعذار غير مقبولة. اللغة العربية هي لغة الخطاب في المجتمع العربي، حينما تكتب مقالاتك، حينما تكتب بحوثك، تكتبها باللغة العربية وتخاطب بها الناس. حتى لو كان تخصصك، حتى لطلاب الحاسب أو لطلاب الهندسة أو لطلاب الطب، يجب أن ينقلوا معارفهم وعلومهم باللغة العربية ليخاطب بها المجتمع. غير معقول يأتيك إنسان متخصص مثلا تخصص في الحاسب وتخصص دقيقا ويترك الإنسان العربي دون أن يكتب مقالا يعرف بالجديد أو يعرف. فاللغة العربية هي لغة التواصل، لغة التواصل من المحيط إلى الخليج، من الخليج العربي حتى المحيط ما وراء المغرب. فهذه مسلمة لجميع طلاب العلم والمعارف والعلوم، يجب أن يعرفوا اللغة العربية، كيف يكتبون وكيف يتحدثون. أي لغة تحتاج إلى ممارسة مستمرة حتى اكتساب ملكتها. طبعا اللغة إذا لم تمارس سواء بالكتابة أو بالحديث فإنها تضعف، حتى وإن اكتسبت ألفاظا فإنها تضعف. اللغة يجب أن تتحدث بها في مجالس العلم أو في الكتابة من أجل أن تنمو معك هذه اللغة وتبقى معك. أما إذا تركت اللغة ولم تمارسها فإنك ستفقدها بعد الزمن، سيجعلك تفقدها. تقوية اللغة العربية سنتناولها من شقين، من حيث الكتابة ومن حيث الكلام. من حيث الكتابة طبعا هناك وسائل، ليست طريقة واحدة وسيلة واحدة. من هذه الوسائل الكتابة، أن يبدأ الإنسان يكتب
الكتابات الحرة، يعني المقصود بالكتابة الحرة بمعنى أنه يكتب في أي المجال، سواء يكتب مقالات ذاتية أو يكتب مقالات علمية أو يتكلم عن شيء اجتماعي، أو المهم أن يبدأ يمسك هذا القلم ويكتب به. فإذا كتب مقالات أو أي شيء يعرضها على مختص، يعني إنسان متخصص باللغة العربية، وطبعا خذر، يعني لا ينعدم أن تجد في محيطك من هو ذو اختصاص في اللغة العربية، وتكتسب منه تصحيحات أو تكتسب منه معلومات في كتابتك عليه. الأمر الثاني الوسيلة الثانية هو أيضا الوسيلة الثانية هي أن تعرف قواعد النحو والإملاء. يعني نحن خلال دراستنا هذه التي تدرسها أنت هنا معرفة قواعد النحو، يعني ليس معنى أنك مثلا تأخذ ألف زائد أنك ستصبح كاتبا جيدا، أو أن ستصبح أو لن تخطئ في مقالاتك، لا، هذه جزء من الطريق في اكتساب اللغة العربية. النحو الذي تدرسه هذا هو جزء، الآن وأنت لم تدرس أيضا النحو كله، هو جزء من الطريقة لاكتساب اللغة العربية، قواعد النحو، متى تقول الطالبين، ومتى تقول الطالبون، متى تقول الطالبان، متى تقول الطالبين. أنت تعرف الآن قواعد النحو، تعرف المبني والمعرب، المبني لا يتغير، هؤلاء اسم إشارة مبني لا يتغير، جعلته مبتدأ قلت هؤلاء الطلاب، هو مكسور، هؤلاء مكسور، جعلته اسم إن التي تنصب أيضا، إن هؤلاء طلاب وطالبات، هو يبقى مكسور. معرفة قواعد النحو وسيلة مهمة لإتقان الكتابة، ولذلك هنا أو هذا المغزى لتدريسك مقرن في النحو. وتلحظون أن الوسيلة الأولى هذه يعني ليس هناك فيها منهج، ومجرد أن تكتب حسب علمك ومعرفتك وما يختلج في صدرك ثم تعرضها، يعني ليس فيها علم، لكن العلم هنا قواعد النحو، العلم هنا أن تعرف قواعد النحو. الأمر الآخر هو معرفة الإملاء. الإملاء فيه أشياء مرتبطة بالنحو، مثلا حينما تقول مثلا لا تنسى ذكر الله، مثلا تجد تنسى تكتبها بلا ألف، لماذا؟ لأنها مجزومة، هي مجزومة بلا الناهية، لا الناهية تجزم الفعل المضارع، فتكتب تنسى بلا ألف. كذلك حينما تقول اللهم صل على محمد، صلي هنا تكتب بلا ياء، لماذا؟ لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. فالإملاء فيه شيء من معرفة قواعد النحو، ويجب على الطالب العربي أن يعرف، الجميع الطلاب ليس فقط الطالب العربي، يجب أن تضبطوا الهمزات وكذلك التاء المربوطة والهاء. يعني بعضكم لا، بعض الطلبة لا يفرق بين التاء المربوطة والهاء، يكتب مثلا هذه هاء، لا يضع النقطتين، وهذا خطأ. ننتقل للجزئية الأخرى، فقواعد النحو ترسخ عند المتعلم حينما يطبق هذه القواعد على ما يقرأ. أيضا من الطرق لمعرفة قواعد النحو أنك حينما تقرأ مقالة، مثلا مقالة في الإدارة، تطبق عليها قواعد النحو، تطبق عليها قواعد النحو، وبالتالي يتنمى لديك مهارة اكتساب الإعراب، ترسخ في دماغ قواعد النحو. النحو ليس تاريخا، يعني تحفظ مثلا معركة كذا حصلت عام كذا، فلان توفي عام كذا، ومع الزمن تنسى. النحو تستطيع أن تجعله دائما معك بأن تطبق هذه القواعد اللي درستها على المقالات. أنت كل يوم تقرأ، لا تقرأ صحيفة مثلا، لا تقرأ مجال، يعني أي كلام أنت تستطيع أن تطبق عليه هذا الأمر، وإذا طبقته فقد
فيعني قد ترسخ النحو عندك. الطريقة الثانية في أو الإملاء، بالنسبة للإملاء تستطيع أن ترسخ الإملاء وألا تخطئ في الإملاء بنسخ الكتب، يعني قد تكون هذه طريقة بدائية لكنها أفضل من بعض الطرق أن تدرس قواعد الإملاء. أنسخ الكتب المعتمدة، فإذا نسخت الكتب إن شاء الله سيتقوى لديك الإملاء، لأن هناك أخطاء غير مقبولة نراها من الطلبة في المرحلة الجامعية، أخطاء يعني تدل على ضعف شديد في اللغة العربية. هناك بعضهم يكتب مثلا راء التنوين، تنوين إذا مثلا ممارسة، هذه يكتبها تاء مفتوحة ثم يضع بعدها ألف ثم يضع بعدها تنوين، تجد العجائب في الإملاء. هناك أخطاء غير مقبولة في الإملاء. إذا الآن أعطيتكم وصايا في معرفة أو في تنمية الكتابة، كيف تنمي الكتابة التي هي الغاية من تدريس النحو. الغاية من تدريس النحو ليس أن تعرف تعريف مثلا المبني أو تعرف تعريف المعرب، الغاية هو أن تستطيع، هو الغاية هي أن تستطيع أن تكتب كتابة صحيح، هذه الغاية من تعليم النحو، ولذلك النحو يدرس في جميع التخصصات. انتهينا الآن من بعض الوصايا في تقوية اللغة العربية من حيث الكتابة، ننتقل الآن إلى الكلام. الكلام النحو فيه يعني نحو يعني شيء تحليلي، لكن كيف أتكلم باللغة العربية، كيف أنمي نفسي في أن أتكلم بلغة فصيحة. أنتم لو تسمعون كثيرا من بعض المثقفين لا يحسن الحديث، لا يحسن الحديث باللغة العربية، حتى تجد بعض أساتذة الجامعات لا يستطيع أن يتكلم بلغة صحيحة فصيحة، ليس عنده طلاقة لغوية، وهذا في الأصل دليل ضعف في تلقي هذه اللغة. ومسؤولية للمجتمع، جميع المجتمع، هو أن يتكلم باللغة العربية، لأن اللغة لا يحميها أصحاب كلية اللغة العربية، بل يحميها المجتمع. يتكلم المجتمع في وسائل الإعلام، يتكلم المجتمع في وسائل الإعلام وفي مجالس العلم باللغة العربية هنا، وقد حفظ هذه اللغة. أعطيتكم الآن ثلاث وسائل مفيدة لتقوية الكلام والتحدث باللغة العربية. أول شيء هو السماع، بأن تسمع الكلام الفصيح. السماع بأن تسمع الكلام الفصيح، تكثر من سماعه، فتسمع القرآن العظيم. إذا سمعت القرآن بشكل كثير أيضا ستكتسب مهارة في اللغة العربية، وتكثر من سماع كلام المتحدثين بالفصحى. هناك بعض الإعلاميين من يتكلم بالفصحى بطلاقة، حتى أن وجدنا بعض غير العرب من الإعلاميين من يتحدث العربية أفضل من العربي نفسه. وقد سمعت لبعض الروسيين في روسيا إعلامي يتحدث اللغة العربية بطلاقة ويلقي برنامجه بلغة عربية فصيح. الأمر الثاني والوسيلة الثانية، والوسيلة الثانية القراءة على مختص في اللغة العربية. أنت تأخذ لك مقالا أو كتابا وتقرأه على مختص في اللغة العربية، وهو يصحح لك الأخطاء التي تقع فيها، وبالتقويم أنه يقوم خطأك، هنا أنت تتعلم. مثلا حينما يرد عليك، حينما تنصب مثلا الفاعل يرد عليك ويقول الفاعل مرفوع، هنا أنت تتعلم أن الفاعل مرفوع، وهكذا. أيضا الوسيلة الثالثة في تنمية اللغة وتقويتها لديك أن تحفظ نصوصا فصيحة، أن يحفظ الطالب
أو المتعلم نصوصا فصيحة من القرآن أو من الشعر أو من النثر والحديث النبوي كذلك، يعني ضمن النثر، كثرة المحفوظ بالطريقة الصحيحة ينمي الكلام، ينمي الكلام بطلاقة لغوية. ولذلك نجد بعض الشعراء في العصر الحديث من لم يدرس قواعد النحو العربي، ما درس قواعد النحو العربي، ويكتب الشعر العربي الفصيح بسبب حفظه للشعر الفصيح، فصار يتكلم أو ينشئ قصائد فصيحة. وطبعا هذا الشاعر هو محمود سامي الباروتي، الشاعر المصري في أوائل القرن العشرين، يكتب القصائد بالفصحى دون تعلم قواعد النحو. من أين اكتسب هذا؟ اكتسبه من خلال الحفظ بطريقة صحيحة، يحفظ النص بطريقة صحيحة حتى أصبح يتكلم باللغة العربية. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الكلام فيما يتعلق بتقوية اللغة العربية. الطريق أمامكم، نحن لا نعطيكم في الجامعة العلم، نحن نعطيكم مفاتيح العلوم شيئا، وأنت الذي تبني نفسك، لا أحد يبنيك مثل ما تبني نفسك أنت. إذا أنت ترغب بالعلم ستحصله، أما إذا اقتصرت على تعليم الجامعي فيعني سيصبح عندك شيء من الثقافة، لكن ليس عندك العلم. العلم أنت الذي تحصله وتطلبه. الآن أعطيكم أيضا كاشفا آخر، ننظر اللغة العربية مسؤولية المتخصصين أو المجتمع، وليست مسؤولية أحد، وإنما هي محفوظة.
طبعا النسبة الكبرى جابت الجواب الصحيح الذي هو مسؤولية المجتمع. 6 طلاب أجابوا بأنها مسؤولية المتخصصين. نسبة كبيرة جابت ولكن ليست الأكثر بأنها ليست مسؤولية أحد بل هي محفوظة. قد يكون الذين اختاروا هذا الشيء عندهم يعني عقدة من دراسة العربية في الأعوام الماضية أو في التعليم العام. لا، هي مسؤولية المجتمع. أي لغة في العالم هي مسؤولية مجتمعي، مسؤولية مجتمعه. ولذلك تجد الأمم القوية لغتهم أيضا قوية، يحافظون عليها أشد المحافظة. وبالتالي انتهينا من هذا اللقاء الختامي. طبعا الكثير يسأل في المنتدى عن الأسئلة الاختبار، وأنه ليس هناك ملخص أو أنه يعني نريد شيء معتمد. طبعا المادة موضوع لك من أول الفصل، من أول الفصل، وهي موضوعة لك. هناك محاضرات مرئية ترجع إليها. الملخصات هي مسؤولية الطلاب. إذا كان هناك من لخص تلخيصا جيدا لهذه المحاضرة يستفيد من هذا الملخص، ما الإشكال بأن يستفيد من هذا الملخص؟ بعضكم يحاول يعني يريد أن أعطيه الأسئلة، الأسئلة لن تكون يعني أسيرة، أسئلة سهلة بإذن الله، لكن يجب من الجميع أن يذاكر. اللقاءات التي ألقيتها هي تقريبية، يعني أعطيتكم معالم المنهج، ما هو المنهج، ذكرنا لكم في أكثر من شريحة المنهج. اللي هو الكلمة وأقسامها، ثم المعرب والمبني والعلامات الفرعية والعلامات الأصلية، ثم ذكرنا لكم المعارف والنكرات، ثم انتقلنا إلى تركيب الجملة، المبتدأ والخبر، ثم ما يغير في أحكام الجملة الاسمية التي هي المبتدأ والخبر. وقلنا لكم إن الجملة الفعلية ليست معكم في هذه المادة، فعرفنا ما يدخل على الجملة الاسمية من إن وأخواتها وظن وأخواتها ولا نافية للجنس. هذا هو المنهج. يعني هناك كثير من الشكاوى وكثير من التشكيات على المنهج. المنهج يسير يسير، لكن يجب منك أن تقدم، يجب على الطالب أن يقدم لا أن يشتكي. الطاقة التي تبذلها في الشكوى أو الطاقة التي تبذلها في التحسر والتأسف هذه اجعلها في المذاكرة. لو جعلت الطاقة التي ذهبت منك في المذاكرة التي ذهبت منك في التحسر وجعلتها في المذاكرة لا استغللت شيئا كثيرا. فقضية الاختبار والملخصات واضحة للجميع، الأمر يسير، ونحن نهدف في التعليم عن بعد يعني أن نبين للطالب هذا العلم. يعني أنت تأخذ الآن معرفة جزئية عن هذا العلم، والباقي تحصله أنت بيدك. يعني الكتابة الصحيحة والكلام الصحيح بيدك. لا أستطيع أن أكسبك مهارة الكتابة، ولا أستطيع أيضا أن أكسبك من خلال هذه اللقاءات مهارة التحدث، وإنما تأخذ شيئا ينفعك في مستقبلك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يوفقكم. إذا كان أيضا هناك أسئلة أو استفسارات فاسألوا في المنتدى إن شاء الله، وسأجيبكم بإذن الله تعالى. طبعا أنا ذكرت يعني أن المحاضرة من أمس قلت لكم فيه أسئلة ومقترحات، يعني لم تأتيني أسئلة كثيرة على مقدار ما أتاني من نريد ملخصات ونريد يعني من تشكيات. بودي انكم سألتم، يعني بما ان هناك اشياء عسيرة بعضكم سأل واجبته في المنتدى. اسألوا، لا يزال المجال مفتوحا في الاسئلة، وان شاء الله اجيبكم. وصلى الله وسلم على محمد.